ثم انا سمير بربي ان شاء الله راح نبقى ثابت على هذه الطريقه تاعي تاع التحليل، لانه الجمهور الرياضي الجزائري اصبح مثقف كرويا، ولات عنده ثقافه كرويه، لانه لازم يفرق الجمهور الرياضي بين الانتقاد ووجهه نظر. صح، انا ماناش قاعدين ننتقدوا، انا مديت وجهه نظري، لانه كره القدم كل واحد يشوف فيها من زاويه، انا شفتها من زاويه، قادر الواحد يشوفها من زاويه، لكن انتقاد عنده دليل ومدروس. مستحيل راح نقول لك باللي هذاك الجواب ما يعرفش يلعب وتقول لي ما هو السبب، نقول لك ما يعرفش. لا، لما انتقدنا طريقة لعب بن عياد وطريقة لعب بن سبعيني قلنا السبب، لأنه طريقة لعب بن سبعيني وطريقة لعب بن عيادة أنهم في التكوين تاعهم كانوا مدافعين محوريين. مستحيل لازم الشعب الجزائري والجمهور الرياضي يفرق بين المدافع الأيمن والظاهر الأيمن. الظاهر الأيمن ما هو الظاهر الأيمن؟ ما هو المدافع الأيمن؟ المدافع الأيمن هو اللي يدافع على كوتيش، ما هو الستوبر على الجهة اليمنى، ولا ليبيرو على الجهة اليسرى، ولا ستوبر على الجهة اليسرى. لكن الظاهر الأيمن هو المدافع الأيمن الذي ينزع ثوب المدافع ويلبس ثوب المهاجم لما يفوت وسط الميدان. يعود وش معناها ينزع ثوب المدافع ويلبس ثوب المهاجم؟ معناها انه يصبح عنده نفس البروفايل تاع مهاجم، مراوغات تسديدات اكزاكتومون، ولما يولي سوتر تولي عنده النزعه تاع، لانه الدفاع راه موهبه. صح. ايضا لما نسمع كلمه يقول موهبه، موهبه احنا نسمعوا غير في الهجوم، ايبا الدفاع راه موهبه ايضا. لما يولي الوسط الدفاع تاعو تعود عنده الموهبه، يستوزي الموهبه تاعو تاع الدفاع، لو تايمينغ تاع لو تاكل لو تايمينغ كيفاه يسبق المهاجم. سي بور سا هنا ما انتقدناش بالمعياده وما انتقدناش بسبعيني، قلنا مثلا انه نحوسوا على مدافع ايسر ماشي تاع ثابت، نحوسوا على ظهير ايسر، وباه يفرق الجمهور الصباح وانا نفهم فيهم على الظهير الايسر والظهير الايمن، المدافع الايسر نعطيهم مثال باه يفهموها. ظهير ايسر نذير بالحاج، ايوه، مدافع ايسر نبيل غلام، كيف كيف غلام هذاك ظهير ايسر، مدافع ايسر بن سبعيني، ظهير ايمن بعطال، ظهير ايمن اللي كان مع سعدان اضربات، اللي كان عندك مطمور، مطمور بورتو راه ايلي درو وسعدان يوتيليزاه، مدافع ايمن بن عياد. هذه هي الفرق باش الناس تفرق، حتى نفرق ونتعلم من تحليلاتك جابر نعمون، لانه كما قلت لك كاين انتقاد وكاين وجهه نظر، حتى نضع الجميع في الصوره فيما يخص هذه النقطه. فيرتيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.